خبر جيد لكوكب الأرض، للبيئة والمناخ والبشر. القنبلة السكانية التي تتوقع حدوثها في منتصف القرن وطال انتظارها قد لا تنفجر. دراسة نشرتها صحيفة الجارديان، من المحتمل أن يصل عدد السكان إلى الذروة في وقت أقرب وأقل مما كان متوقعا في السابق. فوفقاً للاتجاهات الحالية، تتوقع الدراسة أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليار و800 مليون نسمة قبل منتصف القرن، ثم ينخفض بسرعة. الدراسة توجدت أن الذروة يمكن أن تأتي في وقت أبكر إذا اتخذت الحكومات خطوات تقدمية لرفع متوسط الدخل ومستويات التعليم. التوقعات الجديدة هي أخبار جيدة للبيئة العالمية، فبمجرد التغلب على التضخم الديموغرافي يبدأ الضغط على الطبيعة والمناخ في التراجع. وليس فقط الطبيعة تبدأ بالتراجع، أيضا التوترات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بها إلى علا. رسمت الدراسات السابقة صورة أكثر قتامة للكثافة السكانية. في العام الماضي مثلا، قدرت الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9 مليار و700 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، وسيستمر في الارتفاع لعدة عقود بعد ذلك. لكن بحسب الدراسة الجديدة، فإنه في حالة العمل كالمعتاد يتوقع أن تكون السياسات الحالية كافية للحد من النمو السكاني العالمي إلى أقل من 9 مليارات في عام 2046، ثم تنخفض إلى 7 مليارات و300 مليون في عام 2100. في السيناريو الثاني الأكثر تفاؤلاً، ومع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم برفع الضرائب على الأثرياء للاستثمار في التعليم والخدمات الاجتماعية وتحسين المساواة، يقدر أن الأعداد البشرية يمكن أن تصل إلى 8 مليارات و500 مليار في وقت مبكر من عام 2040، ثم تنخفض بنحو عام واحد إلى حوالي 6 مليارات في 2100. وفقاً لهذه الدراسة، فإنه بحلول عام 2050 تكون انبعاثات غاز الاحتباس الحراري أقل بنسبة 90% تقريباً مما كانت عليه في عام 2020، وذلك بعد انخفاض أعداد السكان. لكن المؤلفين لهذه الدراسة يحذرون من أن يؤدي انخفاض عدد السكان أيضاً إلى خلق مشاكل جديدة، مثل تقليص القوى العاملة، زيادة الضغط على الرعاية الصحية المرتبطة بمجتمعات الشيخوخة كاليابان مثلاً وكوريا. من عمان ينضم إلينا رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان. سيد عمر، أهلا بك معنا في مساء العربية. رمضان كريم. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك. على عكس كل التقارير التي رسمت صورة قاتمة عن الكثافة السكانية سابقا، اليوم التقرير الجديد يقول إن الكثافة السكانية ستصل إلى ذروتها قريبا، ولكن تعود سريعا إلى الانخفاض والتراجع. إلى أي مدى هذا مهم بالنسبة للبيئة؟ إلى أي مدى يدعو للتفاؤل؟ بكل تأكيد بأن يعني مسألة الزيادة الطبيعية للسكان، وأيضا يعني زيادة النمو السكاني، يشكل ضغط على الموارد البيئية والطبيعية، ويعني أي انخفاض في عدد السكان سينعكس بشكل أو بآخر على يعني خفض الاستهلاك والإنتاج للموارد الطبيعية. ولكن تبقى المحاذير دائما هي حول طبيعة الاستهلاك، حول كميات الإنتاج، ولذلك الأمم المتحدة دائما تدعو إلى ما يسمى بالإنتاج المستدام والاستهلاك المستدام. فلذلك قد يكون هناك نعم انخفاض في عدد السكان، ولكن قد تزيد من حالة الاستهلاك كما نعيش في هذه الأيام بما يسمى بحالة الاستهلاك المفرط. فلذلك حسب تقديرات يعني مؤسسات مختصة، نقول بأن يعني الآن عدد سكان الكرة الأرضية تحتاج إلى يعني كرة أرضية ونصف
حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية. طب لذلك حالة الاستهلاك المفرط هي دائما يعني مؤشر قلق بالنسبة للبيئيين. هل يمكن الحديث عمر عن بقعة جغرافية محددة في هذا الكوكب، أم هذه المسألة تشمل كل البلدان وكل الأقاليم وكل المناطق؟ وهل هذا يتعلق ليس فقط بأن عدد السكان لن يكون بتزايد أكثر فأكثر، بل إنه طبيعة الاستهلاك لدى البشر الآن أصبح لديهم وعي أكثر مثلا في الاهتمام بالبيئة والحفاظ على كوكبهم؟ يعني خلينا نكون أكثر واقعية. نعم، في هناك حديث كثير عن قضايا البيئة والتغير المناخي، ولكن لا ينعكس بشكل واضح على الحالة الاستهلاكية. الحالة الاستهلاكية في ظل الثورة المعلوماتية وأيضا السوشيال ميديا وكما يسمى بالتسويق واسع المدى، يعني أصبح هناك في استهلاك كبير جدا، وهذا يظهر بشكل يعني واضح في كافة الأقاليم، وخاصة الدول يعني ذات الرفاه الاقتصادي الأكثر التي تتمتع بقوة شرائية. بالمقابل هناك جزء نتحدث عن دول القرن الأفريقي، وأيضا نتحدث عن دول جنوب في الكرة الأرضية، يكون استهلاكها أقل نتيجة يعني عدم وجود قوة شرائية. لذلك يعني في هناك معلومة جيدة في هذا الإطار، بأن العالم سكان الكرة الأرضية يستهلكوا موارد يعني المخصصة مثلا لنقول عام 2023 في شهر 7 ينتهي الرصيد من الموارد الطبيعية، ويبدأ يعني استغلال الأرصدة التي تكون للأجيال اللاحقة. فلذلك يعني للأسف موارد أو القدرة الحيوية للكرة الأرضية لا تكفي لسكان الكرة الأرضية بهذا الوقت تحديدا. فلذلك يعني المسألة تحتاج إلى وعي أكبر في موضوع ترشيد الاستهلاك، وأيضا نتحدث عن أن لكل يعني السكان أو لكل فرد على وجه هذه البسيطة هناك ما يسمى بالبصمة الكربونية والبصمة المائية، بمعنى أنه يعني يحتاج إلى طاقة أكثر، يحتاج إلى موارد مائية وأيضا غذائية. فلذلك المسألة يعني تحتاج إلى دراسة، ولست متفائلا أنا كمختص في الشأن البيئي بهذه الدراسة بشكل كما يعني ظهرت حجم من التفاؤل في هذا التقرير. فلذلك المسألة تحتاج إلى دراسة أكثر، وأيضا من مؤسسات مختصة مثل المؤسسة المتحدة للسكان وهي المختصة في الدراسات السكانية. فلذلك المسألة بشكل أو بآخر ترتبط فقط في كمية الاستهلاك للفرد من الموارد الطبيعية، وأيضا البصمة الكربونية التي يخلفها نتيجة استهلاكه للطاقة بشكل واضح، خاصة الطاقة التي تأتي من مصادر الوقود الأحفوري. على كل حال الله يديم علينا التفاؤل يا عمر، وشكرا جزيلا لك. إن شاء الله هالكوكب بيكون مزيد ومزيد من جزيلاً. الناس، ولكن نتحدث عن نوعية وليس عدد. شكرا جزيلا، هذا الأهم. رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان.